سلام، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا لاباس ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم غادي تشوفوا معايا 6 ديال الطرق سهلة وبسيطة لتعطير المنزل وخزانة الملابس باش تبقى دائما الرائحة ديالهم جميلة وعطرة أطول مدة ممكنة. غادي نبداو مع الطريقة الأولى، واللي هي غادي نجيبو إناء وغادي نوضعو فيه الماء وغادي نديروه فوق نار هادئة. غادي نضيفو له شرائح من الليمون، قطع من أعواد القرفة، والقليل من الروزماري أو لا نبتة الأزير. وغادي نخليهم حتى يغليو مزيان، وهما كيغليو وحنا غادي نلاحظوا ان الرائحه اصبحت رائحه جميله، وبطبيعه الحال رائحه الليمون والقرفه والازير هي رائحه قويه جدا، يعني كتعطر لينا المنزل ديالنا كامل وكتبقى هذه الرائحه اطول مده ممكنه. الطريقه الثانيه وهي استعمال البخور. كاين بزاف ديال الانواع ديال البخور اللي ولاو كاينين دابا، اللي هما دايرين بحال دي بارفان، يعني منين كتلقيه في الدار فكتبقى كتشمي الرائحه ديال بارفان، رائحه زوينه ماشي ريحه ديال البخور اللي ما كتعجبش. وانا اختاريت هاد ثلاثه ديال الانواع ديال البخور اللي هما بحال دي بارفان، ريحتهم زوينه بزاف، ومن كتلقاهم في الدار كتبقى الرائحه لاطول مده ممكنه عطره وجميله. فيكفي انك تستعملي كمية صغيرة من هذا البخور، كتكفي انها تعطر لك المنزل بأكمله. الطريقة الثالثة واللي هي أنا كنعتبرها أسهل طريقة وأكثر طريقة اقتصادية، اللي هي أعواد البخور. هاد الأعواد ديال البخور اللي هما حتى هما فيهم بزاف ديال الأنواع ديال الروائح، روائح ديال أنواع ديال الورود، روائح جميلة جدا، كاين ديال الياسمين، كاين ديال زهرة البرتقال، كاين ديال لوركيدي، كاين ديال التفاح، كاين بزاف ديال الانواع اللي هما روائح جميله جدا. وهذه الطريقه كنعتبرها انا سهله جدا، لانه مجرد كتاخدي عود ديال البخور وكتشعليه وصافي، كتخليه كيطلق الرائحه ديالو في جميع انحاء المنزل وكتبقى الرائحه لاطول مده ممكنه حتى هي. Thank you.
الطريقة الرابعة وهي أننا غادي نصيبو الديفوزور ديالنا في المنزل بأشياء بسيطة ومتوفرة. فلهذه العملية غادي نحتاجو زيت عطري بأي رائحة بغيناها كنفضلوها، وغادي نحتاجو زيت جونسون بيبي. فإلى خدينا ملعقة ديال الزيت العطري فخصنا ناخدو 3 ديال الملاعق ديال زيت جونسون بيبي، وغادي نخلطهم مزيان ونديروهم في قنينة زجاجية اللي الفتحة ديالها تكون ضيقة، ومن بعد غادي نضيفو لها الأعواد الخشبية اللي كيسهلوا خروج الرائحة. هاد الخليط ديال الزيت العطري وزيت جونسون غنقدروا ناخذوا منه واحد الكميه ونوضعوها في قنينه بحال هاد القنينه الجميله اللي كتشوفوها، واللي حتى هي عندها الفتحه ضيقه وعندها غطاء من الخشب اللي كيسهل خروج الرائحه. وهاد القنينه غادي نقدروا نعلقوها في السياره ديالنا باش تبقى الرائحه ديالها حتى هي عطره وجميله. الطريقة الخامسة واللي هي غادي ناخدو حاملة شموع بحال هذه اللي كتشوفوها اللي كنستعملو فيها الشموع الصغيرة، وغادي نوضعو في الفوق ديالها القليل من الماء، وغادي نضيفو له طبعا نقطة أو نقطتين من الزيت العطري المفضل لدينا، ومن بعد غادي نشعلو الشمعة من الأسفل، وهذاك السخونه ديال الشمعه غادي تخلي الزيت العطري اللي الفوق كاين مع الماء كيتبخر، وغادي يعطينا رائحه عطره وجميله في المنزل. الطريقة السادسة والأخيرة وهي مخصصة لتعطير خزانة الملابس، فغادي ناخدو نشارة الخشب بحال هذه اللي كتشوفو، وغادي نضيفو لها قطرات من الزيت العطري المفضل لدينا، وغادي نخلطوها مزيان لأن نشارة الخشب كتشد الرائحة، كتشد هذاك العطور اللي كيكونوا في الزيوت العطرية. فغادي نوضعوها في غادي نوضعوها في كيس بحال هذا اللي كتشوفوا، ومن بعد غادي ناخدوها وغادي نعلقوها في خزانة الملابس، وغادي تخلي الرائحة ديال الخزانة وديال الملابس جميلة جدا.
كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى الافكار اللي درتها تكون عجبتكم وتستفدوا منها، وما تنساوش كما ديما اشتركوا في القناه، ديروا لايك وخليوا لي تعليق، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.